والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا لم يكن إلا الأسنة مركب، فما حيلة المحتال إلا ركوبها. هناك لا مفر، وهناك يجب أن يوطن المؤمن نفسه لذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقد يكون القتال معنويا، تارة بمقاتلة الشيطان، بمجاهدته ومدافعته، بمقاتلة النفس الأمارة بالسوء، بمدافعة كيد الدنيا وقرناء السوء ونحو ذلك مما يبتلى به الإنسان. لكن الخطاب هنا جاء إلى هذا العلو في الغاية، ولذا كان أجر المجاهد عظيما، فإن مات وقتل شهيدا فذلك أعظم الأجر، كما يقول الصحابي: فزت ورب الكعبة. وتلك لعمر الله أبخس قيمة لرضوان ربي يوم تعطى المقاسم. فيجب على هذه الأمة أن تستعد لهذا الأمر، لا مفر منه، فلا مفر منه. يجب أن تكون هناك مواجهة عاجلا أم آجلا. فأولئك الذين يريدون دعوة أو دينا أو إصلاحا أو عزة وتمكينا دون أن يخوضوا مواجهة، فليبحثوا عن دين آخر وعن دعوة أخرى وعن هدف آخر. هذه الدعوة التي نعلمها تستفز الأعداء، لأنها تسعى إلى تحطيم الأصناف في الأصنام في نفوسهم، لأنها تسعى إلى تجريدهم من ألقاب التعظيم التي يتفاخرون بها، تسعى إلى إذلالهم وتعبيدهم لله تعالى، وهذا ما يحاربونه أو لا يرضون التخلي عنه.